السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، تتجدد هذه الحلقات لدعوة الناس إلى الخير، وبعد أيام قليلة حيخش علينا شهر مبارك وشهر معظم عند المسلمين، وفرض الله عز وجل على الناس فيه الصيام، وندب لهم القيام. فالواجب على المسلم تجاه هذا الشهر أن يستعد. طبعا هسه السوق يا طريق الناس، الواحد خاش عليك الله عمل لي 2-3 ارطال ابره، عمل لي 3 عفوا عرديب، وعمل لي كركده، وديني شكار السكر 5 كيلو 10 كيلو، وديني 3 كيلو بصل. يا اخي انت راحل بجنو، قول لك والله رمضان جاي، ورمضان جاي هل حاصل شنو يعني؟ قول لك ما دارينا جهز يا مولانا جهز. وهناك يضرب تلفون في البلد، حاجه 3 كراتين ابره 3، واعمل الرقاقه والعدسيه نص شوال. يا اخي انت دار تسمن ولا دار تصوم؟ الناس بيجهزوا، اي زول بيجهز قبل الاكل والشراب. ربنا خاطب اهل الايمان، ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية دي ربنا خاطب فيها أهل الإيمان، أهل الإيمان يعني أهل التوحيد. أما المشرك ما يدعب يصوم ساي، تلقى الواحد سايل له مسواك نص متر شغال تشيت 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 تشيت، وتلقاه لو قاعد جنبك في الحافلة بجاي وأنت جنب الشباك يجننك في راسك ده، يقول لك عليك الله كذا نبزق توف. يا أخي ده دقيقة يا أخي، تهمشوا في ذراعه تلقى في حجاب. دقيقة أنت مالك؟ يقول لك والله اليوم ده حار خلاص. دقيقة قبل الحار وقبل اليوم الحار ده، الفي ذراعك ده شنو؟ يقول لك والله ده حجاب أداني له أبويا الشيخ، ودي ورقة جابتها لهم من الشكينيبة. أها الحجاب له شنو؟ يقول لك والله الحجاب للشغل، والورقة من العين. أها والورقة دي بتشغلك؟ يقول لك والله أموري ظابطة، الورقة دي شغالة جايبة حقها غايته. إذا بتعتقد إنه ورقة مشغلاك ما تدعب تصوم ولا تدعب. شفتها شاي صينيتك ماشي مع الجماعة الضرة. طبعا والله الليلة اليوم ده حار في الضرة هناك. الليلة يوم كم رمضان يا جماعة؟ العيد الباقي له كم؟ يا زبالة باقي له كم؟ أنت مع منو ذاته؟ أنت كده خش الإسلام أول حاجة. إذا بتعتقد في الحجاب ولا بتعتقد في الشيخ ولا بتعتقد في قبة، والله ما صوم. الله ما بيقبل من المشرك أي عمل. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورا. أي عمل يتقرب به والمشرك لي الله عمله حابط وما عنده وزن ولا عنده قيمة ولا عنده عليه أجر. عشان أعرف تقابل رمضان كيف. طبعا الجماعة طبعا يعجبوك الأيام دي المساجد. كيف نستقبل رمضان؟ وقفات مع رمضان، لكن ما فيهم زول إلا من رحم الله بيتكلم في الموضوع الأساسي. يعني يا أخونا لو داير تصوم صحي عقيدتك أول حاجة، والله داير تصوم والله يقبل صيامك، خلي عقيدتك في الله سليمة، لا في قبة ولا في شيخ ولا في ميت ولا في حجاب ولا في دجال ولا في ست ودع. في ناس بيعتقدوا في ستات الودع، كده شوف لك خيابة. والله أنا بستغرب وبتعجب راجل بشنبه، شنبه يا أخي الله يكرمك زي يدينا الدرداقة، شنب كبير تلقاه يقول لك والله الليلة ماشي على حاجة فلانة دي ما لدي. يقول لك والله ما شاء الله بترمي الودع وما شاء الله بتشوف بتشوف، يعني بتعلم الغيب كلامه ده، ودي عقيده باطله. اذا بتعتقد انه ست الودع بتشوف وبتعلم الغيب ما عندك اي صيام، والله ما عندك صيام.
والله لو صمت ألف سنة، ألف سنة وبتعتقد إنه ست الودع بتشوف وبتصدق الودع، أنت ما عندك أي حاجة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. تلقى جعان ساي جعان بس ما عنده أي عمل، ورب قائم في رمضان تلقى يقول لك والله الليلة مولانا ماشيين التراويح، والتراويح عشان يصلي، وبعد التراويح يقول لك التهجد، وماشي التراويح بأحجابه ولا بيعغيبته الوسخانة، ده ما عنده أي حاجة، سهر وتعب سهر وتعب. عشان كده الكلام في التوحيد في أي موضوع بيخش، يعني لو ده تتكلم عن الصلاة، الصلاة ما بتقبل من المشرك، ده تتكلم عن الصيام، الصيام ما يقبل إلا من المؤمن. الله قال يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا ديل معلقين حجبات، الذين آمنوا بنادوا غير الله، الذين آمنوا بيمشوا للفكية، الذين آمنوا ديل بيعتقدوا في الدجالين وبيعتقدوا في القبور وبيعتقدوا في القبب، الذين آمنوا ديل عقيدتهم في الله نظيفة. الله قال في القرآن، ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربنا قال في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا يعني وحد، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عشان كده المشرك تعبان، المشرك تعبان تعب شديد، صلاته مردودة، صيامه مردود، قيامه مردود، صدقته مردودة، تعبان بس في الدنيا. والله ربنا قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، ده ما قرآن؟ الدرويش متضايق برا هسه، سامع لي واحد بجاي معترض وانا جاي، وفي واحد بهنا هسه جاء عين كده كشر وشه وفات، انت قال لك شغال بيقني حق عيني حجي؟ الله قال في القرآن دي مدايح انت قايله ولا قصايد زي بتاعت قومك وجماعتك؟ ده قرآن، ربنا قال لك في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، انت افضل منه؟ ربنا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالآية دي في سورة الزمر. العلماء قالوا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده. ربنا قال له لما المشركين قالوا تعبد معانا إلهنا عام ونعبد معاك إلهك عام، ربنا قال له قل لهم، ويا زول قال لك رح معايا القبة ولا قال لك رح معايا الحولية ولا قال لك رح معايا في فكيب يا جاي؟ ده جاهل، ده جاهل. قل له، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ زال بيقول لك أعبد غير الله، ده جاهل، زي البرعي، ده برعي، ده جاهل. البرعي قال في قصيدته ما كتمنا عليه أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير. ما شفت الدرويش كيف؟ الدرويش تلقاه قدام شيخه مالص الطاقية ومالص المركوب وقاعد مدنقر راسه، والله كأنه تقول ده ما بعرفه من ذاته، ويسلم كده خاشع أبويا الشيخ بركاتك. قال كون عنده ذليل حقير وليه أتبع كالصغير. شوف التوجيهات دي بتاعت البرع إلى الدراويش بتاعينه، أما نحن التوجيهات دي بتنفع معانا، والله توجيهات زي دي ما بتشتغل معانا، ونحن ضد هذه التوجيهات وهذه الأوامر من هذا الرجل الضال. قال ما تميل أبدا لغير، أنت لو تابع لي طريقة ما تخليها تمشي لك لطريقة تانية. عشان كده أي طريقة بتلقاهم ما مقتنعين بالطريقة بتاعتهم،
التجانية قالوا نحن أولاد الختمتين. أنت عارف يعني شنو ختمتين؟ أحمد التجاني بيعتقده قال هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ختم الرسالة وهو ختم الولاية، عشان كده التجانية بيفتخروا. قال أي طريقة غير التجانية دي طريقة باطلة وأهل في النار. هاي التجانية يا السمانية حلوا طريقتكم مع مشاكلكم مع السمانية. التجاني ذاته، التجاني قال قدمي هاتين، قال كرعيني ديل على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في الصور. الجماعة قال يا مولانا الشغلة دي ما كبيرة، قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرم ومحتال، التجاني محتال ومجرم، والسماني وكذا القادري وكذا الصابونابي كلهم مجرمين ومحتالين. قال أستاذك يا فقير كن عنده دليل حقير، ليه أتبعك الصغير. ما شفته الطريقة أمسك فيها، الطريقة لا تخليها، وأوعى يغشوك أهل الإنكار بالسم يحشوك. طبعا بيتكلم عنا نحن. قال أوعى يغشوك أهل الإنكار بالسم يحشوك. القرآن بيسموه سم. شوف الناس ما مجرمين، نحن نقول آيات بنقول أدلة. قال بالسم يحشوك، بالحوم الناس بها يحشوك، تتعشى باللندرين اللي قطع مصارينك يا مجرم. نحن نقول الله قال الرسول قال، تقول هنا انت معدي الليل كله غنى ونطيط ورقيص، ساقط الليل عمالك السادة الخدم وجلالك، خدموك ناس الجيلي وابو العباس المرسي. اها استفاد شنو الامة السودانية من الجيلي ولا لوبة؟ عملوا ليها جرس، سووا ليها ترس، وده غير الكلام ما مفهوم، بقى زي الرطانة. الله جت سكن سككن هككم هككم، ده شنو ده؟ حكم اللي مشيها شكاني بعموم. والله جت مدحة مش خش اليوتيوب تلقاه. قال سرتي حرتي له الفجل له البامبي، يكون جزر يا ربي، ده شنو ده؟ قال دخل باللام فتح بالكي، يكويك في نص راسك. دخل باللام فتح بالكي جاب الحنسي تحت البامبي. قال عيش البدر الماهو الني، لمو لمو الدقو دقو الشنو شنو اكبو كبو ابيض لبني. ده مديح، ده شغل بتاع شياطين يا ناس. والله تقابل الله بعقائد زي دي والله تخسر خسارة عظيمة. عشان كده البرعي قال لدرويشه، قالوا له أتبع كالصغير ما تميل أبدا لغير، كن له قريب وجار، تكون قريب من شيخك، وله أخدم بدون إيجار. تلقى الدرويش قاعد في التكية، والله مرة راكبة معانا في البوكسي، نحن ماشيين كده على الجزيرة راكبين في البوكسي، المرة بتبكي بدموعها. المرة بس هاي شافتني قالت لي عليك الله ولدي ادعو لي الله. قلت لها في شنو يا حاجة مالك؟ قالت لي ولدي في الشيكاني ب 15 سنة ما جاء، ابو توفى ما جاء. قال قلت لها ماله ما جاء؟ قال الشيخ ما ادى والإذن. الشيخ ما ادى والإذن؟ ابوك وامك دين ربنا جاب حقهم بعد حقه طوالي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. حق الوالدين بعد حق ربنا. المجرم ده قاعد ماسك الجماعه يقول لك والله ما ادوني الليزين. والليزين شنو انت قاعد؟ قاعد في التكيه 15 سنه يمشي البلدات يكذب ويحيش ويدق العيش ويوديه الطاحونه يجيبوا من الطاحونه. مرت الشيخ داير خضره من السوق يجيب الخضره، تقول له وريقة يوريقة ما باقي الا يفركها خيابة. تلقى الواحد قاعد في التكية يقول لك والله ابوي الشيخ ما اداني الليزن. الليزن كم هوا بس، وأردت كان بيرفع لك زي الناس يديك لعبة طرف اصابعه كذي بس. المبروك الفاتحة معاك يلا. وينو حقي؟ انا شغال 15 سنة، انا لو جبتك شغلتك طلبة في بيتي هنا قلت لك الحيطة دي ابنيها وما عندي لك اي شيء بديك كم هوا. يقول لك يا زلمة انت تاكل حقي؟ انا اللي بياكل حقي لا اسمه ما والدته. طيب الشيخ ده ما اكل حقك، مقعدك في التكيه 15 سنه لا قرش لا تعرفها، بس ياكلوا في المهيوبه ويدوك في النوبه. فتمتوم حمتنا النوب، فتم شطه حمتنا النطه، عساي تنقل زي كره التنس، نسوي لك شنو؟ عشان كده الدرويش ده بيقفل مخه والشيخ بيطبل مخه ويجدع المفتاح في البحر، تاني ما بيقبل اي شيء. قال وليه اتبع كالصغير
ما تميل أبدا لغير، كن له قريب جار وله أخدم بدون إيجار أو عاك من الكجار. أبوك الشيخ ده ما تكاجر، أبوك الشيخ إن قال لك المرة دي ما تعرسها ما تعرسها، إن قال لك ما تسافر ما تسافر، إن قال لك ما تمشي ما تمشي، قال أو عاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده. ده البرعي قال لك، قال تنادي الشيخ في الشدايد، أنتوا بتنادوا منها مسلمين؟ الله تنادي الشيخ والله تتورط، الشيخ في الحمام عنده مغص يلحق كيف؟ والله جد تلقى الشيخ الشيخ تلقى نايم رياضته سايله والدراويش ابويا الشيخ يا بقروم من العيون ويا الصادقاب الاسرع من الواتساب، الصادقاب قاعد جوا الحمام والله جد بطنه ماسكاه لحقوا اللي بريك ذاته هناك ما قادر يشيله من شده فمه الضايق، يقول لك بيلحق لحق بعيد ما سمعت الجماعه عندهم مدحة الطويل باعوا باعوا ده يعني يديه والاثنين كده الباع فرت الاثنين، قال لك ده بيلحق من بعيد الطويل باعوا البرق لماعوا مكاشفينا دي مدحة يا اخي طويل شنو يا اخي هو وين المكاشف ذات مكاشف ميت المكاشف قبل فتره جات مطر بيترج كسرت السكانيبه وكسرت المظلات وقلعتها وين المكاشف مكان يعمل له مظله التلج ده يخليه قاعد بعيد لكن ما عندهم حاجه ضعفة غشوا الناس وخدعوا الناس يقول لك الشيخ بيلحقك الشيخ ان ناديته في الكربة بجيك والله جد كذابين ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله عشان كده يا أخونا لو داير الله يقبل صيامك الحجاب أقطعوا أقطعوا طوالي الكمون أقطعوا الحراسة أقطع جزمة الشافع المعلقة في الحافلة أقطع الكمون المعلق تحت الدركسون قدر صفة الصعود أقطعوا واحد تلقى والله لقيته معلق زي قدر صفة الصعود تحت الدركسون واحد لقيته معلق في مدار الفرامل بس أنا شفته إما أركب طوالي بعايل للزول تحت فوق بعايل للبدال بعايل هنا عند لقيت عنده حاجة طوالي وقل لازم دقيقة مولا حاصل شنو؟ شغل الدنيا شنو؟ أقول لك والله يا أخي دي من العين يا زول لو الله كاتب لك العين حجابك ده ولا كمونك ده بيقدر يصد غدر الله بيقدر ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الناس ما بتقرأ قرآن ولا شنو الله قال لك لو قدر لك ضر زول بيحوش منك ما في لا كمون لا حجاب لا فكي يا أخي لابسين حجبات ماتوا ما شفتهم الجو هنا بيجاي في مدرمان قبل كم فترة جو خاشين بها حجبات الواحد عنده حجبات والله تحتار ذاته حجبات واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحد مدور زي حجر البطارية واحد مطاول واحد عريض واحد صغير واحد قدر الهناء بعد ده مات لأنه لو ربنا قدر أمر لا محالة نافذ لكن الدين ما بخلوك واحد قالوا مشي الشيخ قال له اسمع أنا داري حجاب حجاب من الصاقعة والله جد قال له بيمشي الخلا وطوالي والدنيا خريف قال له عليك الله اكتب لي حجاب من الصاقعة قام شخبت له في ورقة كده ولفلف له وقال له يلا هاك امشي واحد جنبه قال له الشيخ انت بتكتب حجاب من الصاقعة قال له يا اخ ما درويش ساي قال له ان مشى الخلا الصاقعة ما جاته بيقول ده الحجاب وان جاته صاقعة ردمته درويش وارتحنا منه شوف المجرم ده محتال والله دي العقائد وده اللعب على الناس عشان كده ما تمشي لك لزول يبيع لك ورقة يقول لك والله الورقة دي حقت رزق ومجربة مجربة انت مجربة في نفسك يقول لك الورقة دي من السكين قبل ايام قليلة شاف في الضعين واحد دجال قتله بسكين ولا ما سمعته جابه في الوسائل شاب عديل مشى له واحد قال له اخذ الله حجاب ضد السكين الحجاب قال له خلاص الشيخ قال له خلاص ده الحجاب قال له جربوا يلا جربوا ده طلع السكين والله كان قال لك اظن العود ما ثبت طوالي فات اها الشيخ دجال مسكوه واتهموه بالقتل العم ولما تجي تكلم الناس يا ناس ما في زول يمشي له دجال ما في زول يعلق ورقه ما في زول يعلق حجاب ما بصدقك بيشتموك انت ده بيشتموك انت ونحصوا ما بضرنا بشيء لكن ترى ان وعيد لك انت وان الدقة فيك مقلب بتعرف انه كلامنا صح عشان كده رمضان جاي ورمضان فرصة لأي مسلم ولأي مؤمن
انه يصحي عقيدته. والله قبل ما يخش رمضان اقلع لو عندك شيخ معتقد فيه، معتقد في 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 واد بدر، معتقد في الركيني، معتقد في الصابونابي، معتقد في بشمله. يا اخي بشمله هسه انا بعتقد في بشمله الفركه يا ناس، وده ما فركه على بال ما يلبس ملابسه ويلحقك. ده ما بتكون شغلتك انت، بتكون اتورطت خلاص ان جايك موت. الفركه ده على بال ما يلبس ملابسه ويجيك انت تمسح ما تكون اكلك. يقول لك الفركه وبشمله. يا اخي والله يا جماعه دي والله اسماء انا ما اقدر اتكلم يعني كثير، لكن انت بالك بس من الاسماء فركه وشمله دي الحقات منو؟ ها؟ الفركه والشمله دي الحقات منو؟ بس حد هنا. فعشان كده ما تنخدع، ما تنخدع يا مولانا. رمضان ده فرصه لاي مسلم انه يجدد العهد بينه وبين الله ويقلع عن جميع الذنوب والمعاصي، كل الذنوب، من الشرك، من الشرك بالله تبارك وتعالى. طوالي تخلي عقيدتك في الله سليمه، تكفر باي طاغوت. ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان كده أبدأ بالعقيدة، خلي عقيدتك تمام، تنادي الله براو، تحلف يا الله براو، ما تحلف يا غير الله. وحس سيدي أحمد التجاني، وحات ابويا الشيخ بقبة اللبنيه والله جد، واحد ثاني بيقول وحات 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 راس ابوي وحات تربه امي، كله خليه. دار تصوم رمضان نظيف، ما تحلف في غير الله، ما تعلق حجاب، ما تمشي القبب وتدعو اصحابها. الليله في بلدنا دي الناس بيمشوا القبب وبيشدوا الرحال من هنا يمرقوا في الكريده، ما سمعتها؟ الكريده غرب النيل، الجماعه بيمشوا هناك وتلقى الجماعه طايفين بالقبر. اي زول عنده 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 قضيه تحته والله طايفين، شفتهم بعيني دي تخالدني والله. انا والله اي قبه، كم قبه خشيتها؟ الشعب مدرما، الشعب الخرطوم بتاعت البرهانيه خشيت جوا، لقيت الناس طايفين، ولقيت الناس ساجدين وراكعين، ولقيت الناس بيتمسحوا بالقبر ومضوم بان، خشيت وشفته بعيني الناس طايفين والناس راكعين ويتمسحوا النسوان. واحده من الحريم سمعت كلام اولياء الامر يتذكروا زي امبارح، تسوي لها وابويا الشيخ يصل الناس بربطوا وانت بتحل، ولا لا جيتك تقضى لي غردي؟ سمعتها بيضانيه التقاليد؟ امشي يا زول، ده كلام واضح والله. الناس الان يعبدوا غير الله وينادوا الاموات وينادوا الغائبين وينادوا الشيوخ وبيحلفوا بهم وبيدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. مسكين الاجل. ربنا قال في القران، ربنا قال في القران ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. الله قال لك في ناس بينادوا غيري، في ناس بينادوا غيري. ربنا قال ومن اضل، يعني ما في اضل من الانسان اللي بيدعو غير الله. ما تشتغل بالفارغ يا زلمه، يا اخي خليك ركز مع الكلام يا زلمه، دي ايات والله. ما في لا شيطان جن ولا شيطان انس بيقدر يقف قدام القران ده، انت مسكين ولا شيء. ربنا قال في القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. انت دار تعرض القران، دار تقنعنا انه شيوخ الصوفيه بيدعو الناس للتوحيد؟ لاقاك شيخ طريقه صوفيه قال لك اذا سالت فاسال الله الخدمي، قال مريدي، عفوا القادري، قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. ده القادري. الخدمي قال إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيامر غني آتيك بسرعة. البرعي، البرعي شيخ الزريبة، قال في كربك أنده بدغيتك جنده بتاع ابو ادم ده، قال نادر كينيك كالبرق رمش يلفر الغلقان سوال وينش. نحن بنقول البلف الغرقان الله جل جلاله، انت عندك شك؟ ربنا قال اما يجيب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله في إله تاني مع الله بجيب المضطر يا مسكين. ربنا قال في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. البرعي عبد زيك، المكاشف عبد زيك، الصابونابي عبد زيك، الركاني عبد زيك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. جرب ناديو، انت ما تكورك من هنا، عندك شيخ قوي وعندك شيخ كارب كورك لاسع. قل له يا ابو يا شيخ فيه جماعة هنا بيدقون وجلالين قصيرة بيتكلموا فيك، طيرهم لنا من السودان. بيقدر؟ والله قاعدين وراكزين وما خايفين من اي درويش، والله من اي درويش، من اكبر درويش لاصغر درويش ما خايفين منه ولا بيملى عيننا. والله جد ما بيملى عيننا درويش بينادي غير الله، ما بيملى عيننا درويش بيعتقد في ميت. انت مسكين. ربنا قال في القران، ربنا قال في القران هذان خصمان اختصموا في ربهم. نحن خصومتنا مع النازل في الله، قالوا ينادوا شيوخهم، نحن قلنا النادي الله براو. ده موضوعنا وبنركز على الدعاء، لانه في بلدنا دي الناس بينادوا غير الله كثير. ما سمعت البنات البايرات ما سمعتهم بيغنن ابشر ان شاء الله راجل مره دي؟ سمعتها ولا ما سمعتها؟ سمعتها ولا ما سمعتها؟ ده شرك بالله تبارك وتعالى. واحد ثاني بغادي اسمه اللحو مات، والله ريح منه ابويا الشيخ يا العبيد ودريا ويا البادرات بنيه بنيه ويا الشيخ سلمان وطلع عوضيه. ده شرك في الغنى، ده شرك في الغنى. واحد ثاني بجايبي والله جد بغني، جانا قبل ايام في الحله هنا ابويا الشيخ الطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب. مشرك بالله وعاطل. انت عايش وين انت؟ انت عايش وين؟ الليله اللي بينادي غير الله منو؟ الصوفيه. اللي بيدعو غير الله منو؟ الصوفيه. اللي بيبني القبب منو؟ الصوفيه. اللي بيكتب الحجبات منو؟ الصوفيه. اللي بيكتب البخرات منو؟ الصوفيه. عشان كده يا زول وي وحد ربك، رمضان ده جايك بتقابل الله بعقيده في بشر، والله تخسر خساره عظيمه. توب يا اخي، توب من كل الذنوب. عندك اي ذنب اي ذنب غير الشرك توب منه. اي ذنب شفت بالسيفت باك رمضان جايك خليه في رمضان. بتشرب سجاير حمراء ولا الثانيه دي اللي بتخلي الزول مدروش دي كلها خليها. عندك علاقات مع بنات رمضان جاي قطع العلاقات وقفل التلفونات، ما تلعب باعراض الناس. عندك اي ذنب اي معصيه توب منها. ربنا بناديك وربنا بيخاطبك في القران. ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ربنا قال في القران، شوف ده كله قران، ولا 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 مدحنا ولا عندنا كواريك ولا دين. ربنا قال في القران في سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله عز وجل بيقبلك توب. ربنا قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. وربنا قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. توب يا ربك، ابعد عن كل الذنوب. الاغاني طبعا بعض الناس مبتلى بالاغاني، امسح والله ما ترتاح ولا قلبه اذا يرتاح الا يستقر فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله قال في القران الذين امنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل لو مشيت سمعت ناس الحوت وناس فرفور وناس السرقدور بيجيبوا لك في رمضان برضو، وذين إن شاء الله الكلام بيجي عنهم الحلقة الجاية من قطع الطرق في رمضان، السرقدور وشلته يجيب البنات، وستة بنات بيجاي وستة أولاد بيجاي، والبنات لابسات بناطلين وفكات شعر، غني لنا يا فلانة وهايل وانت مصيبة وانت مصيبة. بعدين عندك أي موضوع؟ بعدين الأسئلة بعدين. يقول للفنانين والفنانات غني لنا يا فلانة وغني لنا يا فلان، والناس الواحد تلقاه يقول لك الليلة جايبين الفنانة الفلانية لأنه بيسمع عليها متكيف فينا، تلقاه قاعد التراويح جات وقاعد ما داري يفوت، دي القطع طرق في رمضان احذرهم. واحد والله واحد من الجماعة قال عمك ده زي البخاري لنص الغنى، البخاري إمام في الحديث وده قال الشيخ في الأغاني، أي أغنية تلقاه حافظة؟ الأغنية دي غناها كرومة سنة 76، والأغنية دي غنتها حاجة فلانة سنة 34، زول قديم زول قديم بتموت، جماعة كانوا بغنوا معاه وماتوا ولا ما ماتوا؟ نادر خضر ومحمود عبد العزيز دول كلهم ماتوا، والدور جايك بتموت يا سرقدور ويا المعاو، توبوا يا الله. ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال الموسيقى ولا الحان، ديال تلقاهم شغالين، غني يا فلان. والغنية دي بمناسبة غنيتها سنة كم ما عارف في القاهرة، هاس المشكلة الأمة دي يقنعوها كيف إنه الغنى حرام؟ ما بتطمئن أصل القرآن والأغاني ما بتلمم في قلب زول، يقول لك والله أنا بسمع أغاني لكن برضو بمسك مصحفي الصباح، يا إما تخلي القرآن أو يا إما تخلي الغنى وتبقى على القرآن، ولا إذا خش الغنى القرآن بيطلع طوال ما بيتلمن. ربنا قال في سورة الإسراء، ربنا قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشاعر قال حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد الله تجتمعان، ثقل الكتاب عليهم ولما رأى كويس، قال ثقل الكتاب عليهم ولما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، والله خف عليهم ولما رأوا ما فيه من طرب ومن الحان. زول تقول له تعال في محاضرة، يقول لك والله مولانا عندي لبن ماشي أجيبه. تقول في درس في الجامع، يقول لك والله الليلة في مباراة الليك ولا شنو مانشستر يونايتد، يقول لك الليلة المباراة مسخنة، تعال كذا زول اسمع لك كلمتين الله قال رهبة. لا 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 لا، ولا في حفلة من الضباط بالفنان الفلاني، يقول لك ايوه اها الشير كم؟ الشيرين كم؟ يقول له والله النفر 500 جنيه يدفع بدري، يقول لك انا ومعي حاجه فلانه دي سجلونا، الدفار يجي يقف يتكبوا كلهم يمشوا هناك، تلقاهم الحفله كلها واقفين على كرعينهم يصفروا ويصفقوا، لو قال لي قف في التراويح في الجامع يقول لك والله مولانا الرطوبه والركب ديل تعبانات، قبال الركب ديل ما شغالات هناك، الركب ديل هناك في النادي ما بيشتغلن، لكن ده كله من تلبيس ابليس، الشيطان بيقويه على المعصيه، زول كبير تلقاه في الحوليه ينقز بكرعه واحده، والله شفته ينقز بكرعه واحده ويلف بكرعه واحده، لما نيجي التراويح يقول لك جيب لنا الكرسي ذاك ولا نصلي فيهم، الحوليه دي ربطها يا جديده يعني ولا شنو؟ درويش تلقاه قاعد، يعني كذا الكلام طويل، دار رمضان ربنا يقبل منك، خلي عقيدتك نظيفه وتوب من كل الذنوب والمعاصي واستقبل رمضان بقلب نظيف. ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكلام طويل، وإن شاء الله نقدم أخونا الشيخ بابكر مجزية ماجورة، جزاكم الله خير، السلام عليكم.